فرقه في الدوري وواخد الدوري العام، وعندك بتريح لعيبه اوريدي، بتعمل روتيشن بين اللعيبه ومن بعضها، وعاوز تريح ان كل ثلاث ايام اربع ايام ماتش، عاوز تاخد التيم الجاهز بتاعك موجود في افريقيا باعلى مستوياته. فاعتقد ان هو عاوز يعمل نتائج اكتر من ان هو يفيد النادي الاهلي، ان هو يطلع اربع خمس لعيبه يقدر يلعبهم يعني. بالمناسبه طبعا شريف اكرامي الشناوي النهارده بيعادل الرقم القياسي لاكتر حارس في موسم واحد يحافظ على نظافة الشباك، 23 مباراة شريف إكرامي في موسم 2016-2017 قدر يلعب 23 مباراة في بطولة الدوري بدون إحراز أي أهداف من الفرق المنافسة. الشناوي النهاردة بعد مباراة طنطا بيتساوى مع شريف إكرامي في عدد 23 مباراة قدر يحافظ فيهم على الكلين شيت أو على نظافة شباكه، وبالتالي مباراة واحدة فقط تفصل محمد الشناوي عن تحقيق لقب الأفضل في مشوار وتاريخ النادي الاهلي من حيث حراسه المرمى في نظافه الشباك. هتبقى 24 مباراه، اكيد طبعا كل مباراه بتزيد، هو تقريبا ناقص خمس ماتشات للنادي الاهلي في انهاء مشوار بطوله الدوري، خمس ماتشات لو قدر الشناوي كل ما يعلى مباراه كل ما بيحقق رقم قياسي جديد، وكل ما بيصعب الماموريه على حارس مرمى في المستقبل ان هو يوصل للرقم القياسي بتاعه. هل وجود حارس زي محمد الشناوي مش جه الوقت ان خلاص بقى يعني فايلر يجرب برضه شويه في حراس المرمى، سواء عادل لطفي لما يرجع مره ثانيه، مصطفى شوبير موجود في الوقت الحالي، علشان افريقيا الاهلي ما عندوش غير محمد الشناوي، شريف اكرامي خلاص رحل الى بيراميدز، وبالتالي لو حصل اي حاجه للشناوي فانت الاثنين حراس اللي موجودين ما بيلعبوش كتير، ما عندهمش حساسيه الماتشات مع انهم متقيدين في افريقيا. انت ممكن الرقم اللي انت بتتكلم عليه ده هو السبب من الاسباب اللي نخلي الشناوي يلعب، انه عاوز يضرب الرقم القياسي الكلين شيت اللي موجود في النادي الاهلي او في تاريخ النادي الاهلي. فاعتقد ده ممكن سبب كافي ان هو عاوز يلعب. ممكن هو تلاقي نفسه بيتكلم مع راجل انا عاوز العب عشان اكسر الرقم القياسي ويبقى ليا رقم قياسي موجود في النادي الاهلي، ولكن برضه في نفس الوقت طب لو كسر يا كابتن لازم يقعد بعد كده بقى خلاص. لو كسر انت تعتقد ولا تفتكر ان دي ممكن هو ده الطبيعي؟ انت لازم فعلا زي ما انت بتقول الشناوي لا قدر الله حصل له حاجه هتبقى مشكله كبيره جدا 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 في النادي الاهلي، اللي انت علي لطفي ما بيلعبش ولا فترات كبيره جدا، بتتكلم داخل في سنه وشويه ما بيلعبش، ومصطفى شوبير برضه لسه صغير، لسه ولد صغير عاوز ياخد الثقه وعاوز يشتغل. فطبيعي جدا انت الشناوي لو حصل له حاجه وقبل بطوله افريقيا هيبقى مشكله كبيره جدا جدا جدا. فانا من وجهه نظري لو كسر الشناوي رقم القياسي لازم تديله على الاقل راحه مثلا اسبوع ولا حاجه، ان هو يقدر يعني يعمل استشفاء ويعيد انفاسه تاني، لان هو زي ما بقول لك هو الوحيد اللي موجود دلوقتي في النادي الاهلي يقدر يعني فارق كتير جدا جدا في النادي الاهلي، وشايل النادي الاهلي كتير جدا جدا جدا، وتحس فعلا نص فرقه يعني حاجه تقيله. فلازم طبعا يريح لازم. اداء الاهلي في مباراه طنطا بعض الجماهير مش راضيه عنه، هل ده بيكون ليه سبب ان الاهلي حقق بطوله الدوري وبالتالي الاهلي